يبدو نادين أن الموضوع مرتبط بزيادة وتيرة الهجمات الحوثية مؤخرا. وفي التفاصيل، السفينة بهشاد مسجلة كسفينة شحن، إلا أنها تبحر كما ذكرنا حول السواحل والمياه المتخمة لليمن حصرا، غير أن هذه السفينة وطالما أنها سفينة شحن نظريا لا تبحر إلا لا للساحل اليمني ولا تتجه إلى دولة أخرى، وهو ما طرح تساؤلات حول طبيعة وجودها في خليج عدن. يوم السبت شن الحوثيون أوسع هجوم على طرق الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، ومع إعلان الجيش الأمريكي إسقاط 32 مسيرة. قبل ذلك تحدث مسؤولون سابقون بالجيش الأمريكي عن دور محتمل لسفينة بهشاد الإيرانية في الضربة التي استهدفت قبل أيام سفينة True Confidence التجارية في خليج عدن. هذا وفي ظل وجود بهشاد في المنطقة، شهدنا ضربات صاروخية كالتي أصابت السفينة روبي مار التي غرقت، كما ألحقت الضربات أضرارا بثلاثة كابلات بيانات تحت الماء.